ما في داعي نفتح لو سمحت. ما بيصير ما نفتح، مبين انه في حدا بالبيت. تعي أنا، هي ممكن تكون إما لأولغا، وأنتي متذكرة منيح شو اللي لازم تخبريها يا ما هيك حبيبتي؟ إيه ما تاكل هالمبلغ. شو اللي عم يصير معك آنا؟ يعني إذا لبستي باروكة شقرة فكرة إنه أنا ما رح أعرفك؟ ممكن أفهم شو اللي عم تساوي؟ مو ناوية توقفي هالتمثيلية؟